الأهلي بيقترب بقوة خلاص من التتويج بالدوري، هارد لك لكل المنافسين على البطولة. أقربهم طبعا كان نادي بيراميدز اللي فاز امبارح على زد اف سي 2-1 ورفع رصيده ل 73 نقطة. سجل رمضان صبحي ومروان حمدي البيراميدز، وسجل مصطفى زيكو لزد اف سي. موسم جيد جدا بالنسبة لنادي بيراميدز ولاعبته وجهازه الفني. توقف رصيد زد عند النقطة 47 بعد موسم جيد من الفريق ومع كابتن مجدي عبد العاطي طبعا اللي بيجدد أماله مع زد اف سي في الموسم المقبل. كابتن مجدي مكمل مع زد اف سي برضو من الفرق اللي قدمت مستوى جيد جدا الموسم ده. وبيراميدز نافس حتى مواجهة النادي الأهلي اللي بدأت تبعده بفوز الأهلي في المباراتين في المواجهات المباشرة، وبعديها بدأ طبعا النادي الأهلي يفرق عن بيراميدز باستكماله مسيرة النجاحات مع هدافه العالمي وسام أبو علي.